البيض الايام دي عامله ازاي؟ انا بطلع 5 ايام ما بجيبش بيض بسبب من 32 ل 42 جنيه، ده الابيض. اه الاحمر بقى 44 جنيه، يعني طبعا بيض 10 جنيه في خلال 3 ايام. طب شايف الزياده دي بسبب ايه؟ لا هو كده انا اول مره استغرب بالكلام ده. الجو ما يكون حر بتاع المزرعه بيخاف يديك البيض، بيد البيض لما يبص عنده. أوه. الجو برد ما يهموش، هو حاجه عنده المزرعه مش خايف عليه. اما الجو حر لازم يبيعه اقل من كده كمان، اللي ما يبوظ عنده في الحر دوت. طب بتفسر بايه ده؟ ليه؟ معرفش. دي بورصه بيقول دي يعني بورصه، يعني ايه بورصه؟ مش يعني ايه بورصه بيض؟ كل يقول دي بورصه بيطلع بينزل كل شويه، يعني ايه؟ هو ده مزاد. يكون جو حر يكون بيخاف يطلعه وبيبقى ممكن يبقى عنده يبوظ ويرميه في الزباله. فمعرفش هو ماسك على السيده ليه ومصمم على السيده ليه؟ ده كل يوم بيزيد من 32 ل 34 ل 38 ل 40 ل 42 النهارده. انا منعت ابيع بيضه بكام؟ ب 20 ب 20 ب 200 جنيه بيضه؟ ابيع بيضه ب 200 جنيه ازاي يعني؟ ابيع 4 ب 5 جنيه. انا ابيع بيضه ب 200 جنيه ازاي يعني؟ او في حد شفناه ولا عرفناه ولا عرفنا حد وصلنا للمرحله دي؟ في عز شم النسيم كانش كده. في عز شم النسيم كان موسم بيض بيبقى غالي ما تباعش عمق حاجه بالاسعار دي. طب مش شايف ده ممكن مثلا علاقه عشان العيد والكحك والناس؟ العيد ما العيد ما الكحك برضه مش كله يعمل كحك يعني، هو من رخص دقيق او رخص حاجه حاجه كلها مولعه. ما يعمل كحك السنه دي؟ اللي يعمل كحك ده بيكون فاضي خالص، عنده فراغ كامل عايز يقضيه في وقته يعني. كان ما حدش يعمل كحك سالي بالاسعار دي خالص. ما يقولوش اقعد بيض بالكحك. ايه يعني بيض بالكحك؟ يعني السنه تجلى هيغلوا السنه وغلوا زيت وغلوا دقيق، مش هيغلوا حاجه. مش بيض البيض هو اللي غالي. هذا بده اكل من البلد قوي يعني، بضايف في رمضان والسحور بضايف وشفول ويروح كده. النهارده بضايف بيبقى 200 جنيه وفول بكام والعيش بكام؟ هيتسحر بكام الواحد؟ ماشي انت طيب. Thank you.